السلام عليكم. إيش قد حلو واحد من يتغنى أو من يتنومس أو من يشعر بأن هو عنده قيادات شجاعة. أخوان هذا الحكي عام، ما نخصص لا فلان ولا فلان، ومن خلال الحكي إن شاء الله راح تعرفون إحنا على شنو قاعد نتكلم. ما أريد منكم بس 5 دقائق أو 6 دقائق. كل الدول بما فيها أمريكا والدول الأوروبية والدول الخليجية لديها معارضين، طبعا معارضين إلى الأنظمة أو إلى الحكومات خلينا نقول الظالمة. وهذه المعارضة شيء أكيد لديهم قائد، والقائد مالهم يتباهون به. نضرب مثلا وهي الأمثال تضرب ولا تقاس. العراق توجد حكومات وتوجد معارضة، ولكن حينما نرى هذه خلينا نقول العراق يتباهى ويفتخر بأن قياداته خارج البلد أو من دول أخرى، خلينا نقول هكذا يعبرون، من دول أخرى، هذا شو نسميه؟ أنتم لكم الجواب، جمهورنا الكريم شو نسمي هذا؟ مثلا جيفارا اللي هو معروف ومحبوب لدى الأوروبيين كمعارض يعني إنسان لديه عدالة ومحاربة الظلم، أو مانديلا هذا الرجل الأفريقي أو غيره. لكن مثل العراق توجد به تبعية لن نرى في حياتنا هكذا أمر. أخوان خلنا نكون صريحين معكم، الإنسان اللي يعشق بلده ويعشق قيادات اللي خارج عسته حب في داخلك، بس حبك إلى ما تعبره أو تعكس حبك هذا الشخص إلى في بلادك. العراق لديه تقاليد وأفراح وأحزان وطقوس خاصة به بالعراق. يا أما تجيب طقوس وأفراح وأعياد دول الجوار بالعراق، هذا ما ترهم. ليش ما ترهم؟ لأن كل إنسان لغته وأسلوبه وتربيته اللي تعكس تربيته بالشارع. حديث لبة أو زبدة الموضوع، أخوان من منا يعترض على محمد صادق الصدر، هذا الرجل العراقي الشريف الشجاع الناطق الوطني الزاهد العابد المخلص الذي حارب جميع فئات الفساد وحارب الظالم؟ أكو 2 يختلفون عليه؟ احنا ليش نصدر مرجعيات من واضح كلامي، مرجعيات من الخارج إلى العراق، ونقول بأن الإمام الفلان أو القائد الفلاني؟ ما عندنا قائد. القيادة الحقيقية
المتمثلة بأهل البيت عليهم السلام، ثم يتبعهم الناس الذين ساروا على نهج أهل البيت عليهم السلام. من الذي سار على نهج أهل البيت عليهم السلام؟ هم القيادة العراقية. كذلك لدينا دول خليجية وأجنبية، كما عبر ذلك الرئيس أو خلينا نقول غاندي زعيم بوذا بالهند، قال تعلمت من الحسين عليه السلام كيف أكون مظلوما فأنتصر. هكذا هذا ضرب مثل بالحسين عليه السلام، والشعب الهندي يقدسون غاندي ويعتبرونه قائدا روحانيا لهم. الأمثال تضرب ولا تقاس. فمصيبة العراقيين وبلاء العراقيين والذين يدعون الوطنية ويدعون المقاومة، أخوان خلنا نحكيها صراحة، لا توجد مقاومة في العراق، ماكو مقاومة عدا شخص واحد وليس اثنان، شخص واحد هو المقاوم وهو السياسي كجده الإمام الحسن عليه السلام، وهو الشهيد الحي كجده الإمام الحسين عليه السلام، وهو الشجاع كجده أمير المؤمنين عليه السلام، هو مقتدى الصدر نقطة ورا السطر خلاص. عراقي شجاع مجاهد مقاوم زاهد كيس أي ذكي، يقدم المصلحة يعشق البلد، يعشق العراقيين، وأبى ألا يكون تبعي إلى دول الجوار كغيره اللي باع آخرته بدنيا من أجل الكراسي ومن أجل ما، وهم كلهم من رحم خرجوا من المقاومة اللي متمثلة بآل الصدر، المقاومة الشريفة. وبعد هذه الأحداث اللي جرى ناس غرتهم الدنيا وناس انطردوا وكونوا أحزاب وإحنا ما نعلم، ولكن الإنسان يجب أن يكون كما قال أبو عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، كونوا أحرارا في دنياكم. فالإنسان يكون حر في دنياه. والحديث الآخر يقول حب الوطن من الإيمان. هسه احنا عندنا ناس لا تحب وطنها وتحب دول الجوار، هسه تحب دول الجوار بس لا تجيب مشاكل دول الجوار عليها. اكو مشاكل بين طرفين قطبين احنا ما نعلم، احنا البينا بكفي، احنا ناس جاي نعيش، نحب السلام، نحب المحبة، لدينا أئمة ولدينا معصومين عليهم السلام، ولدينا الطقوس الخاصة بنا، نحن نعرف الحلال والحرام، نحن نعرف المقاومة، اليوم المناسب، الوقت المناسب، الدقيقة المناسبة والثانية المناسبة. احنا ما نهوبز المقاومة الشريفة. وين المقاومة يا مقاومة؟ أمو قتل خيرة رجال العراق هذاك اليوم، أبا مهدي المهندس، وين الرد؟ وين الرد؟ بالإعدام؟ والشهود. قتلوا خيرة رجال المقاومة من أفراد جيش الإمام المهدي ومن لواء يوم الموعود، كذلك الأبطال في سرايا السلام ورجال الإصلاح، لكن كان الرد مناسب. وبالإعلام المقاومة السيد الإمام، ما عندنا إمام عدا المعصومين عليهم السلام. قم
عمار ابن ياسر والمقداد وبلال وغيره ومالك الأشتر، هؤلاء يطلق عليهم بأنهم هم كانوا بجوار يعني خلينا نقول أصدقاء للمعصومين عليهم السلام، ما نطلق عليهم هذه الأسماء اللي هم خيرة أصحاب، خيرة الأصحاب مالك الأشتر عمار بن ياسر اللي هم الصحابة للنبي ولأمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك الصحابة الذين استشهدوا مع أبو عبد الله الحسين عليه السلام. لا أرى خير أصحاب من أصحابي، هؤلاء هم الصحابة، صحابة الحسين عليه السلام الذين هذا الذي قال والله يا أبا عبد الله لو قطعنا وأحرقنا وفعل بنا ألف مرة لما تركناك، احنا يوقف ورا فلان تنعرض عليه ما راسني يبيع القضية ويروح، يروح تنتهي قضيته، وان لا تغرنكم، لا تغرنكم. هذه المسميات العراقي مفقس باللبن خلينا نقول، يعرف شو يسوي ويعرف ايش يتصرف ويعرف من الحق ويعرف من الباطل، العراقي يعرف من الوياه ويعرف من الوياه، العراقي يعرف الحلال ويعرف الحرام، العراقي يعرف الصح ويعرف الخطأ. يا حبيبي يا أعزانا، احنا الحمد لله باقين وثابتين ونعلم من هي القيادة الحكيمة التي تمثل العراق وتمثل الشعب العراقي، القيادة الحكيمة تتصرف بحكمة، تتصرف بموعظة، تتصرف بأمور تجعل الأمور في 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 ميزان، في ميزان حاكم عادل. هذه الأسماء اليوم شيء بشيء يذكر، اكو تظاهرات، اكو فد مهرجان، مهرجان معروف للشهداء قادة النصر، هي المناسبة طبعا شفتها بال مو واحد تقني، شفتها بال على قناة الولائيين، هي المناسبة أليمة وصعبة وحزينة على قلوب جميع المحبين. ليش؟ لأن فقدنا قادة، والقادة لهم صولات وجولات بمحاربة الدواعش. المناسبة هي معروفة، وكان يجب عليهم أن يكون هنالك تنظيم، ولكن تصرفات بعض الأفراد يعني هتاف بحق الأخوة في التيار الصدري تجاوز، هذا الشيء ما تسمح، أنت السيد مقتدى الصدر ليس عدو لكم، السيد مقتدى الصدر ليس عدوا لكم، اتخذوه ناصحا لكم، اتخذوه حكيما لكم، اتخذوه زاهدا لكم، تعلموا من آل الصدر، تعلموا حوار، الحوار حوار المقاومة، تعلموا أخلاق آل الصدر، تعلموا جهاد آل الصدر، تعلموا قتال آل الصدر، تعلموا من آل الصدر في كل شيء في حياتكم. هذه المكاتب خذوا من علوم هذا البحر الخضم، خذوا من علومه وخذوا من تربيتهم ومن جهادهم ومن دينهم ومن تقواهم، تعلموا. صح احنا ما عدنا اعلام كتياصل، ما عدنا اعلام، ولكن نتخذ قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ان تنصر الله ينصركم. احنا هدفنا الاول والاخير يا اخوان اللي هو مرضات الله سبحانه وتعالى وحب الوطن ورضا الشعب العراقي، لا للسلاح
لا توجد مقاومة بالعراق سوى رجل المقاومة ومن يتبعهم، ومن يتبعهم، نقطة ورصد. يوجد جيش عراقي، شرطة اتحادية، والحشد الشعبي، المقاتلين الأبطال، الحشد الشعبي العراقي الأبطال، الحشد الشعبي العراقي الأبطال، نقطة ورصد. هكذا تسير الأمور، وهكذا نبني وطننا ونعشق قيادتنا العراقية الأصيلة. وان لا تجيبون قيادات من خارج البلد، ما نريد قيادات من خارج البلد. طبعا أنا طولت عليكم، صار 15 دقيقة. ماكو قيادات خارج البلد، هم ليش ما يقتدون بينا؟ هم الجار، دول الجوار، ليش ما يقتدون بينا؟ احنا صدر القيادات، احنا صدر لهم مجاهدين، ليش احنا نقتدي بيهم؟ هم بيش احسن من عندنا، هم بيش احسن بالقتال، بالجهاد، بالحكمة، بالسياسة. لا، اذا اردت القيادة، واذا اردت الحكمة، واذا اردت الجهاد، واذا اردت المجاهدين، فعليك برجال العراق. تمسكوا برجال العراق، وتمسكوا بتراب العراق، إن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبكم على الصغيرة والكبيرة. أعتقد الرسالة وصلت، شكرا لكم جميعا.